ونبدأ في محورنا الأول مع الدكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الهاشمية. أستاذ مساء الخير. مساء الخيرات، الله يعطيكم العافية. دكتور عيد، في تاريخ 7 شباط تحديدا، في أقل من دقيقة تغيرت الملامح في الوطن العربي. نعم. وزلزال مدته فعليا أقل من دقيقة في تركيا وسوريا غير كل شيء. علميا دكتورنا، ماذا حدث وما هو التفسير العلمي لحدوث زلزال تركيا وسوريا؟ نعم، شكرا لكم في البداية على هذا اللقاء وهذه الفرصة حقيقة اللي أعطيتونا إياها للحديث عن موضوع حقيقة يمس ليس فقط من هم في تركيا ولكن أيضا في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. الآن ماذا حدث في منطقة، في لحظة الزلزال الذي حدث حقيقة؟ نحن نتحدث عن منطقة ضعيفة تكتونيا، نحن نتحدث عن صفيحة وحافة لصفيحة تكتونية فيها طيات وصدوع كبيرة وقوية وعميقة. عملية التراكم للضغوطات المتأتية من تحرك الصفيحة العربية باتجاه الشمال الشرقي والتي تصطدم بذلك مع الصفيحة الأوراسية في حد من حدودها منطقة، المنطقة التي حدث فيها زلزال وهو ما يسمى بصدع شرق الأناضول، بدأت عملية التفريغ للطاقة كما قلت، والتي استمر عملية التجميع لهذه الضغوطات التكتونية أكثر من 100 سنة. فتم تفريغ هذه الطاقة في لحظات كما تفضلت، في أقل من 60 ثانية كان عملية التفريغ لهذه الطاقة الهائلة جدا التي حدثت في بؤرة الزلزال على عمق يزيد عن 20 كيلومتر. نعم دكتور، عندنا سؤال فيما يخص الذي حدث في تركيا، ولكن زي ما أنت تفضلت في بعض الأشياء العلمية التي حدثت وراء هذا الزلزال، ولكن عدد الضحايا اليوم احنا نتحدث على عدد تجاوز 25,000 ضحية، والأعداد ما زالت بازدياد، ربنا يرحمهم جميعا. ولكن دكتور عندنا سؤال، وأنا كشخص من الشعب عندي هذا السؤال، هل هذا الرقم من الضحايا طبيعي؟ يعني عدد الضحايا في هيك زلزال أو في قوة هذا الزلزال؟ احنا بنعرف الزلزال قوته 7.4 أو 7.5 7.8. نعم، ولكن هذا الزلزال يحدث في دول مثل اليابان، مثل أمريكا، مثل كل هاي الدول واللي أصلاً نشطة زلزالياً. هل هذا العدد من الضحايا بينعكس على هاي الدول في كل مرة يحدث هذا الزلزال، أو إيش الفرق كان بيننا وبينهم؟ نعم، هو في البداية حقيقة، يعني دعنا نؤكد حقيقة علمية أن هذا الزلزال هو طاقة هائلة جداً، ولو قارنا هذا الزلزال كطاقة مع قنبلة نووية فهو يعادل أكثر من 700 قنبلة نووية انفجرت في دقيقة واحدة. 700 قنبلة نووية مشابهة للقنبلة التي فجرت في هيروشيما. فبالتالي نحن نتحدث عن طاقة هائلة جدا انفجرت في دقيقة على عمق بحدود 20 كيلومتر. هذا من ناحية. الآن فيما يتعلق بعدد الضحايا فهو حقيقة مقارنة بقوة الزلزال، نعم متوقع أن يحدث هذا الزلزال الكثير من الضحايا بفعل الدمار الهائل الذي انتشر في دائرة تزيد عن 300 كيلومتر. فالمنطقة كدائرة قطرها أو نصف قطرها 300 كيلومتر، مكتظة بالسكان، يعيش فيها أكثر من 20 مليون إنسان، وقوة زلزال هائلة، فإذا هناك توقع كبير فعلا لوجود ضحايا. لكن في جانب آخر، ليس فقط دوما قوة الزلزال هي التي تحدد مقدار الضحايا، هناك عوامل أخرى أهمها مدى موضوع الاستعداد. فموضوع الاستعداد للكارثة يكون قبل حدوث الكارثة، وهذا قد يستغرق سنوات من الإعداد والتجهيز والتدريب والتسليح للمباني، وأيضا التصرف أثناء حدوث الزلزال، وأيضا الإدارة ما بعد الزلزال. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة تحدد مقدار الضحايا. فلو قارنا مثلا ما يحدث في دول مثل أمريكا في زلزال عام 1994 في لوس أنجلوس، زلزال نوتريج، كان هذا الزلزال قوته تزيد عن 7 درجات بقليل. نعم. كان الضحايا لم يتعدى 100 شخص في ذلك الزلزال، على الرغم من أن هذا الزلزال كان قوي جدا وأفرغ الكثير من الطاقة ودمر الكثير من المنشآت، لكن الضحايا لم تتعدى 100. بينما لو قارنا هذا الزلزال بما حدث في تركيا فنجد حقيقة أن الضحايا هي أضعاف، وهذا قد يكون كما قلت أسبابه إضافة إلى قوة الزلزال والمنطقة المكتظة سكانيا. نعم. عدم وجود يعني كودات بناء قد يكون واحد من الأسباب تم اتباعها في موضوع البناء
ودساتير البناء. يبدو أن هناك كما سمعنا من الجهات المختصة في تركيا هناك الآن سيبدأ التحقيق في موضوع إنشاء منشآت غير مرخصة أو تم إنشائها بدون اتباع كودات البناء. نقطة أخرى أيضا موضوع التدريب، تدريب الناس والوعي والتوعية مهم جدا حقيقة، هذه للحفاظ على الأرواح، كيف يتصرف أي إنسان. موضوع الزلازل هو حقيقة ليس فقط المعنية في الدولة أو الجهات المعنية في إدارة الكارثة، ولكن أيضا كل إنسان فينا حقيقة معني بهذا الموضوع، كل حسب مسؤوليته طبعا ومكانته في المجتمع وفي الأسرة. دكتور يعني هو ما تفضلت حضرتك عم تحكي إنه في عدد الضحايا كانوا 100 شخص فقط بالمقارنة بتقريبا 25,000، الرقم الفرق مهول، ولكن السؤال هون هل هو الاكتظاظ هذا كان العامل الأكبر في هاي المرة؟ يعني الزلزال اللي كان في لوس أنجلوس هو كان في منطقة ما كان فيها عدد سكان كبير، ولا هو فعليا الاستعداد هو العامل الرئيسي اللي كان بيفرق ما بين هذا الزلزال والتالي؟ يعني نعم، هو حقيقة موضوع الاكتظاظ قد يكون الوضع في تركيا وشمال سوريا اكتظاظ أكبر بقليل، لكن أيضا منطقة لوس أنجلوس كما تعلمون منطقة مكتظة بالسكان. صحيح. وفيها سكان يعني بشكل كبير جدا بالملايين، لكن موضوع زلزال نوردريج كان فعلا يعني بعيد قليلا عن لوس أنجلوس باتجاه نوردريج. ونقطة أخرى أيضا مهمة جدا وهي قد تكون العامل الذي نستطيع من خلاله تفسير لماذا حدث في تركيا وسوريا الكثير من الضحايا، السبب الرئيسي البناء، والسبب الثاني عدم الوعي وعدم القدرة على التفاعل وما يسمى بالرياكشن للكارثة أو مع الكارثة، مما أدى حقيقة إلى هذه يعني العدد الكبير من الضحايا، إضافة إلى موضوع في سوريا تحديدا موضوع التفاعل السريع مع الزلزال. أعتقد ما حدث في سوريا يعني سبب قد يكون الوضع السياسي والوضع اللي بتمر فيه هذه الدولة من سنوات طويلة. نعم. أدى هذا وانعكس أيضا على ما يحدث الآن وحدث أيضا في تلك المنطقة والضحايا بكمية كبيرة في شمال سوريا، أيضا كما قلنا في جنوب تركيا هناك يعني مشاكل كثيرة في الإنشاءات وعيوب كثيرة، وقد تكون هذه واحدة من الأسباب. لكن كما قلت في البداية الزلزال لم يكن ضعيفا، كان واحد من الزلازل الكبيرة جدا وأدى إلى التدمير وأدى إلى التشويه للقشرة الأرضية والإزاحات اللي صارت في ما يسمى بالبنية التحتية، مثل ما شفنا بعض السكك الحديدية والشوارع كان فيه إزاحة تزيد عن 3-4 متر بشكل أفقي. صحيح. وهذا بيعني أنه معناته معظم المنشآت الموجودة في منطقة الزلزال حقيقة تأثرت بمثل هذه الإزاحة، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني دمار حقيقة محقق في مثل هذه الظروف. نعم دكتورنا، بعيدا عن تركيا وسوريا ننتقل إلى السؤال اللي شاغل بال أغلب الناس بداية، هل حدوث زلزال قريب من الأردن له تأثير على الأردن؟ وهل الإزاحة اللي أنت حضرتك تفضلت فيها من دقائق اللي صارت بتركيا بعد الزلزال بتعمل على ضغط؟ احنا كنا بنعرف أنه في عنا منطقة البحر الميت، حتشرح لنا أكثر عنها، عنا منطقة معرضة للزلازل، هل هذا ما حدث في تركيا هذا الشيء رح يكون عم بيأثر على الأردن؟ وما تأثيره علينا وعلى الصفاء؟ نعم. حنا في الأردن نعم، يعني كما قلت في البداية الآن الأردن تقع ضمن ما يسمى بالصفيحة العربية من ناحية التكتونية، وهي تمثل الحد الفاصل ما بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية باتجاه الشمال الشرقي. حدود الصفيحة الأوراسية يكون في منطقة جنوب تركيا، المنطقة اللي حدث فيها الزلزال، وأيضا فلسطين حقيقة هي تابعة لصفيحة أخرى باتجاه أفريقيا، تتحرك هي وسيناء باتجاه أفريقيا مع شمال أفريقيا. بالتالي إحنا بنتحدث عن منطقة نهر الأردن، منطقة البحر الميت، هي منطقة يعني الصدع هذا الصدع اللي هو ما يسمى بالصدع البحر الميت، منطقة نشطة زلزاليا. لكن لو قارنا النشاط الزلزالي في منطقتنا مع ما حدث في تركيا أو يحدث حقيقة هي أقل بكثير. أسباب كثيرة يمكن يعني نصير من خلال نفسر لماذا ما يحدث من نشاط زلزالي في منطقتنا أقل ما يحدث في تركيا، أهمها كمية الإزاحة السنوية، فعندنا هون إحنا كمية الإزاحة السنوية لا تتعدى 5 ملليمتر في السنة، بينما في مناطق في تركيا تزيد عن ذلك بكثير، وهذا مدعاة أيضا يعني إلى أن قوة الزلازل عندهم في تركيا تكون أكبر بكثير إن حدثت طبعا كزلازل مدمرة عنا في الأردن. الآن فيما يتعلق بسؤال حضرتك أنه
هل أثر هل أثرت الإزاحة التي حدثت في تركيا على الإزاحة التي حدثت أو ستحدث عنا هون؟ حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هناك علاقة مباشرة ما بين النشاط والدمار الزلزالي الذي حدث في تركيا مع النشاط الزلزالي المستقبلي عنا في الأردن. كما قلت السبب أنه معدل الإزاحة مختلف، الصفائح متباعدة عن بعضها البعض، وطبيعة حركة الصفائح عنا باتجاه الشمال، الشمال الشرقي، بينما في تركيا باتجاه الغرب. وبالتالي هنا نحن نتحدث عن عملية تفريغ للطاقة لن تؤثر على كمية الطاقة الموجودة والمخزنة عنا في البحر الميت. وهذا الشيء يطمئن، يعني ما حدث في تركيا تحديدا دكتور انه بلشنا نسمع كثير اقاويل موجوده، فاللي حدث في تركيا اليوم الزلزال ما راح يكون في له تاثير مباشر على الصفائح في الاردن. لا غالبا على الاغلب طبعا، يعني هذا الموضوع طبعا بحاجه لبحث علمي حقيقه اضافي. صحيح. لكن بشكل عام نحن نتحدث انه بعون الله وان شاء الله لن يحدث عندنا يعني زلزال مدمر كما حدث في تركيا أو حتى أقل منه، لأنه إحنا صفائحنا التكتونية في منطقة الأردن، في الأردن كجزء من الصفيحة العربية، لن تتحمل تخزين طاقة تزيد عن زلزال بقوة 7 فما فوق. الطاقة التخزينية عندنا هون للصخور في منطقتنا يعتقد أنها تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات بأعلى مقياس لها. نعم، فإن شاء الله أنه إحنا نعم بنقدر نهدي شوي نفوس انه ما فيش كثير هاي. طيب دكتورنا نرجع ما قبل الزلزال وما قبل حدوث الزلزال وتحديدا في 3 شباط. كان في متنبئ او خلينا نحكي العالم الهولندي اللي توقع بحدوث الزلزال. قبل ما نحكي عنه، هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟ وما حدث مع هذا المتنبئ او هذا الشخص العالم في الزلازل، هل هو صدفة ولا هل هو له اساس علمي اليوم عشان احنا نقدر نسمع لهاي الاقاويل اللي عم تطلع؟ نعم، الان فيما يتعلق بسؤالك الاول، الشق الاول، موضوع التنبؤ بالزلازل، حقيقه واحده من المعضلات الرئيسيه التي تواجه البشريه الان موضوع التنبؤ بالزلازل. دول كثيره متقدمه مثل امريكا في مدينه اسمها باركفيلد تقع على فالق سان اندرياس فولت، قاموا بعمل دراسات لمده تزيد عن 30 عام، استخدموا في هذه المنطقه العديد من التقنيات والإمكانات وصرفوا الملايين لمحاولة توقع زلزال كان متوقع في منطقة باركفيلد. هذا الزلزال يأتي كل حوالي 22 سنة. كل ما قاموا فيه من عمل لم يستطيعوا من خلاله التنبؤ بهذا الزلزال، والذي كان متوقعا عام 1986 لليوم لم يحدث هذا الزلزال. فوصلوا لنتيجة العلماء الأمريكان إلى أنه إحنا حقيقة موضوع التنبؤ بالزلازل دعونا لا نفكر فيه، لأنه يبدو في أمور لسه لغاية الآن لم نستطع فهمها من ناحية علمية. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل؟ قد يكون لدينا فهم معين، قد يكون لدينا بعض الحقائق في موضوع تفسير حدوث الزلازل، لكن لسه في كثير أمور حقيقة بعيدة بعدها عنا على الرغم من التطور والتقدم اللي إحنا حاصلين عليه. فإحنا ما بنقدر، عفوا بس على المقاطعة، إحنا ما بنقدر نتنبأ بالزلازل. نعم، الآن طبعاً التنبؤ بالزلازل ينقسم إلى اتجاهين أو شكلين. نعم، الشكل الأول أو النوع الأول هو ما يسمى بالتنبؤ بعيد الأمد أو الطويل الأمد، وهنا نتحدث عن أنه والله أنا بناء على ما حدث قبل 500 سنة أو 300 سنة أو 200 سنة في منطقة البحر الميت. نعم، أنا بتوقع أنه حيرد هذا الزلزال يحدث عندي في البحر الميت، لكن أمتى وأي ساعة وأين مكانه وكم قوته، هذه هون التحدي. هنا الآن إذا التنبؤ طويل الأمد أنا أستطيع أن أقوم فيه ومبني على وهناك معلومات سابقة، على إحصاءات سابقة، يعني ما في عندي حدثت تنبؤ أبدا. تمام. الآن النوع الثاني اللي هو إحنا نبحث عنه اللي هو شبيه بالأرصاد عندكم. نعم. اللي هو قصير الأمد، هذا بنتحدث فيه عن ساعات وأيام، وهذا الحكي للأسف لليوم إحنا مش قادرين نسويه كعلماء وكمختصين في موضوع الزلازل، ويعتبر واحد من التحديات. تمام. نعم. العالم الهولندي ماذا فعل؟ الآن كيف قدر يتنبأ؟ هل هو تنبأ ولا صدفة؟ واحدة من الطرق اللي بيستخدموها العلماء لموضوع التنبؤ بالزلازل قصير الأمد إنهم بيتبعوا ما يسمى بشيء اسمه التغيرات الفيزيائية قصيرة الأمد، مثل اللي بسموها بالإنجليزي البريكيزرز. فالآن في هناك تغيرات تحدث، لاحظوا العلماء مرات بتحدث مرات ما بتحدث، تغير في المجال المغناطيسي في منطقة بؤر الزلزال الضعف التكتوني، تغير في المجال الكهربائي الكهرومغناطيسي، تغير في غازات الرادون وكمية غاز الرادون وتركيزه في الهواء وفي الطبقات الصخرية، أيضا تغير في اللي هو الجاذبية الأرضية.
الآن عالم العالم الهولندي يتحدث عن نقطة الجاذبية، أنه القمر عندما يكون بدرا فأنه تكون كمية الجذب للأرض لإله في منطقة معينة من الأرض أكبر ما تكون، وبالتالي إذا ربط هذا الشيء مع كواكب أخرى، طبعا هو هكذا تقوم فكرته على أن يربطه مع المشتري وعطارد والقمر عندما يكون فل مون فبدر يعني. فبالتالي بناء على هذا الكلام وبناء أيضا على أنه رجع لإحصاءات على أنه قد يحدث، قد وهو يستخدم أسلوب الاحتمالات يعني رجعنا لموضوع الاحتمالات، قد يحدث زلزال لأنه الآن القمر كامل بدر وعطارد والمشتري بزاوية معينة عن القمر ومع الأرض، وبالتالي وفي نقطة ضعف تكتوني الآن موجودة في تركيا، فبناء على هذه الحقائق بنى احتمالية أن يحدث هذا الزلزال وتحدث عن ذلك. وأنا تواصلت معه حقيقة بالإيميل أكثر من مرة يعني بعد ما صار الحديث عن هذا الموضوع، فهو أشار لي بأنه يعني هو كان يتوقع ولم يكن متأكدا، وأنه عنده شيء من الحظ ضربت معه مثل ما بيحكوا يعني أنه والله زبطت، أنه كان يتوقع ربط هذه الحقائق العلمية وبالتالي حدث مثل هذا الزلزال. طبعا لا ننسى أنه منطقة تركيا المنطقة اللي صار فيها الزلزال آخر زلزال كان عام 1939 يعني من 100 سنة، ومنطقة مثل تركيا يحدث فيها زلزال كل 100 سنة هذا طبيعي من ناحية إحصائية وعلمية. وبالتالي يعني ارتبطت الأمور مع بعض، القمر كامل بدر وأيضا الكواكب، وبالتالي ربط هذه الحقائق مع الإحصاءات وطلع هذه الدراسة تبعته. وهو بالتالي يعتقد أنه يعني هناك احتمالية، احتمالية قد تكون 10% إنها تزبط، وفعلا هي زبطت مع هذه المرة هكذا يتحدث. وهذه هون يعني دعني يعني أؤكد على أنه موضوع التنبؤ بالزلازل يعتمد على الاحتمالات. يعتمد على الاحتمالات، يعني أي واحد فينا بإمكانه يتحدث عن تنبؤ وتوقع بالزلزال، لكن مدى نجاحه لا تزيد عن 10%، لأنه يعني لأنه هو معتمد على الاحتمالات دكتور. يعني بس عشان أنا أكون متأكد إنه حتى المشاهدين يقدروا يفهموا علينا، أنا اليوم ما عندي أجهزة تتنبأ في الزلازل، صحيح؟ أبداً، لا يوجد أجهزة، وإنما هناك أجهزة لقياس مثل ما حكيت التغيرات الفيزيائية، صحيح. التغير المغناطيسي، الجاذبية، الإشعاعي، الرادون، لا تتنبأ بالزلازل، هذه لا تتنبأ، تعطيك إشارة. والمعضلة أيضاً مرات تتغير هذه المؤشرات الفيزيائية ولكن لا يحدث الزلزال، وهذا ما حدث في بارك فيد في كاليفورنيا، هذا ما حدث في اليابان، حاولوا يتبعوا هذه الأمور ولم يفلحوا ولم ينجحوا. العلماء استطاعوا مرة واحدة في التاريخ عام 1975 في الصين في منطقة اسمها هاي تشينغ، استطاعوا أن ينجحوا بالتنبؤ بالزلزال ونجحوا وأخلوا المدينة وحدث الزلزال، عدد سكانها مش كبير 500,000، أخلوا جزء منهم اللي رضي يطلع، أكثر من النص طلع منهم أو أكثر، وفعلا صار الزلزال وكان الضحايا بأقل ما يمكن. صحيح. الآن كيف كانت صار دراسة موسعة على هذا النجاح اللي خلينا نحكي عنه، ولكن بالنهاية كان الملخص لهذه الدراسة على أنه هناك الحظ كان مع الصينيين، علماء الصينيين في تلك الفترة. لأنه بعدها بثلاث سنوات في منطقة بعيدة 200 كيلو عن مدينة هاي تشينغ توقعوا، لأنه حثت نفس المؤشرات الفيزيائية اللي تحدثنا عنها، وأخلوا المدينة ما صار الزلزال. وطبعا عملية إخلاء مدينة بسكانها 1,000,000 و2,000,000 تحطهم في مخيم مؤقت في منطقة بعيدة، بدهم خدمات، بدهم كل شيء، متابعة، مش سهل على الدولة، مش سهل على الدولة. لذلك هدول بعد أسبوع رجعوهم على المدينة، صار بعدها بشهرين الزلزال. يعني التوقع اصلا ما كان دقيق. فيعني هذه النقطه مهمه جدا حقيقه يجب ان نذكرها، الى انه ما هو البديل عن التنبؤ بالزلازل. هذه النقطه لازم انا بعتقد هي السبيل لنجاح الدوله في تقييم الخطر. يعني الان الدول تبعت ما يسمى بشيء اسمه assessment and mitigation. assessment انا بقيم الخطر صح، بحدد كمية الخطر المتوقع من الناحية الزلزالية، قديش حيعطيني أكبر زلزال، قديش التسارع المتوقع الأكسلريشن، لأنه التسارع له تأثير على المباني، مرتبط بالمباني. وأيضا إشي اسمه ميتيجيشن. إيش يعني ميتيجيشن؟ تخفيف الخطر. تخفيف الخطر بيدخل في الإطار اللي ذكرناه في البداية، التحضير للزلزال، وهذا الاستعداد قد يكون بحاجة لسنوات مش بيوم وليلة. والتفاعل أثناء الزلزال، إيش بدي أدرب الناس، عامة الشعب شو يسوي إذا صار زلزال، هو في بيته أو هو في المدرسة أو هو في الشارع أو هو في الباص. وأيضا بعد الزلزال
هون بيجي دور مين؟ الناس بيدخلوا في المساعدة، مساعدة السلطات المسؤولة عن موضوع التفاعل مع الدمار اللي صار، بالضحايا اللي صاروا. ودائما في قاعدة تقول في موضوع إدارة الكارثة أن الكل مسؤول للخروج من هذه الكارثة بأقل الخسائر.